مرحبا، اليوم راح أسوي معكم تشيكن ستريبس. تابعوني. أول إشي راح أقطع صدور الدجاج. شو راح طولية بهالشكل؟ طبعا أنا الدجاج ناكعة وغاسلة مسبقا كل الدجاج وارجع لكم. اوكي، هيك انا قطعت كل الدجاج ستريبس. هلا راح ابهره. راح اخذ معلقه بقدونس ناشف صغيره، راح اخذ بلاك بيبر معلقه كمان، راح اخذ معلقتين بابريكا، راح اخذ من تشيكن سولتد سيزون معلقتين، راح اخذ ليمون بيبر كمان معلقتين صغار، راح احط سيزون كمان باكيت، تقريبا كاسة لبن رايب. هيك راح احط كمان معاهم بيضة. راح اجيب البيضة. احط البيضة دايما للفرايد تشيكن، لأي نوع تشيكن مقلي، بيعطيني الكريسبينس كتير طيب. هيك راح اخليهم مكعون بهالبهارات لمدة ساعة وارجع لكم. هيك انا بلشت بدي مرحلة القلي، راح انزله بالطحين بهالشكل. أكيد الجميع عارف الطريقة هذه. دايما أنا بحكي لكم إني بخلط كاسة طحين وكاسة بريد كرام عشان الكريسبي. التشيكن ستريبس لازم الطحين يكون أزيد شوية عليه، يعني أنا بحط كاستين طحين كاسة بريد كرام بس للتشيكن ستريبس عشان القرمشة تبعته تكون زايدة شوي. هلا راح ابلش انزل فيهم بالزيت بهالشكل. أنا للأسف هنرجع لكم ان شاء الله في المراحل الثانية. وهيك جهز معايا التشيكن ستريبس جوا. كتير كريسبي وطري.
مع سلطة الثومة. إن شاء الله بتجربوها وتعجبكم طريقتي. شكرا لكم على المتابعة.